العيش في قلب الموت داخل حطام الحياة. فلسطينيون لم يجدوا سوى بقايا وطن تم تدميره بشراسة وحوصروا براً وبحراً وجواً، منع عنهم الاحتلال الإسرائيلي الماء والغذاء وحتى الهواء، فلم يجدوا سلاحاً إلا الصبر والمثابرة. فالعالم أغلق عينيه وأذنيه عن جرائم الاحتلال. قرار بالتهجير القسري المتواصل عنوانه الطرد خارج قطاع غزة أو الموت داخله. فهذه الأسرة لم تجد منذ نوفمبر الماضي حلاً إلا الرضوخ لأمر جيش الاحتلال والفرار من شمال قطاع غزة في اتجاه الجنوب بزعم أنه آمن، والاحتماء بمدرسة دمرها القصف فوجدوها مكتظة بالنازحين. نزحنا من غزة يعني بتاريخ 11/11/2023، توجهنا إلى الجنوب، قلنا توجهوا على الجنوب لبنان على إنه الجيش الإسرائيلي كان حاطط إنه منطقة آمنة ومنطقة آمنة. جينا على خان يونس، قعدنا في مستشفى في مدرسة الإسراء، فكان في المدرسة تقريبا اللي قلنا قاعدين فيها لا يقل عن 4-5 عائلات، لأنه كل شرط يعني. وأنت لا معك خيمة، جينا يعني كانوا الأطفال معاي ولادي، تخيل أنت حتى الأطفال نزحوا. أسرة فلسطينية منكوبة مثل مئات الأسر التي لا تجد مأواً أو مكاناً آمناً في القطاع، لم يجد رضيعها سوى قطرات ماء يسد بها جوعه، ولم يجد أخوته أي فتات يصارعون قسوة العراء والعوز. أما الأمر الصادم أن جيش الاحتلال زرع في محيط المدرسة الألغام. يعني حتى أنا بالصدفة امبارح التقيت، كانوا جايين ناس من اليونيسف من خبراء المتفجرات، كانوا بيبحثوا على الغام، قاعد تحكي معهم لانه انا يعني بجيد اللغه الانجليزيه والفرنسيه جيد جدا، فكان في واحد فرنسي بحكي معه فكان يقول لي المدرسه ولا هذه يعني لسه ما زال فيها الغام، وبالفعل طلع لهم امامي يعني قال هذا الصاعق تاعه مرفوق والمكان خطير. قلنا له احنا مضطرين، احنا اصلا ميتين، انت بتكون قاعد في غرفه او في شقه او في غزه ومالكاش علاقة لا في إسرائيل ولا في مشاكل، بنزل عليك قذيف بنزل عليك صاروخ. فالناس هنا شافت الموت كذا مرة. فرق الأمم المتحدة تكافح من أجل توفير بعض الأمان لهذه الأسر النازحة، وتسعى لتطهير المناطق من الألغام التي زرعها جيش الاحتلال وتركها ولم يهتم بحياة الفلسطينيين الذين هجرهم قسراً، بل وقرر مجدداً تهجيرهم من الجنوب نحو مناطق لا تصلح للعيش. لم يتخيل هؤلاء الفلسطينيون الذين نجوا من النكبة في عام 1948 أن التاريخ سيعيدها بقسوة، لكن هذه المرة من قلب قطاع غزة.